السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نرسم هرم. هقول ان انا عايز فاملي واخليها جينيريك موديل دلوقتي، لكن نقدر نخليها اي حاجة تانية مش تفرق. سهل تغير الكاتيجوري اللي موجودة فيها، مفيهاش مشكلة. هتيجي هنا وتختار الكاتيجوري اللي انت عايزه. طيب هاجي هنا وابدأ ارسم ريفرنس لاين عشان يساعدني. طبعا في عشرات الطرق اللي انت ترسم الهرم في قلب الريفت، شرحنا كذا طريقة ودي طريقة كمان. طيب عايز الحاجات دي تبقى متساوية مع بعض، فهقول له دايمنشن من هنا لهنا لهنا، هعمل سيلكت دوت واقول له ايديت اهو، واقول له ايكوال، واقول له دايمنشن من هنا لهنا لهنا اهو، واقول له ايكوال، ودي اي انا عايز دوت وده يكونوا قد بعض. فاقول له ان انا عايز اعمل ليبل اسميه اكس، ممكن تخليه تايب او انستنس، المهم ان هما الاتنين بقوا قد بعض دلوقتي. طيب ممكن تكريت، احنا قبل كده رسمنا ببليند، المرة دي هرسم بسويب. هبدأ ارسم السكتش باص اللي احنا هنشتغل بيه اهوت، واقول له التزم بيه الخطوط ديت، واقول له اوكي. ودلوقتي بقى عايز ارسم البروفايل. عشان ترسم البروفايل لازم تكون في الليفت او الرايت، خلينا في الرايت. هتبدأ بقى ترسم الهرم من هنا مثلا لهنا لهنا، وهتقول له align عشان تلتزم في الخطوط ديت. بالشكل دوت، وبعد كده هتقول له اوكي، فهو هيبدأ ياخد الهرم بالشكل دوت. بقى معاك شكل هرمي. وهتلاقي على قناة بيم اريبيا اكتر من طريقة رسمنا بيها الهرم.